تاني. فش رأيكم هيدي المرة نشوف المواطنين كيف علقوا على الوضع الصحي بلبنان، بخاصة من بعد ما شهدنا بالأيام الأخيرة وصول فيروس جدر القرود للبنان، وحتى مثل ما عم نلاحظ أنه عداد كورونا بارتفاع مستمر، وفي عنا انتشار لالتهاب الكبد الفيروسي A ومعاناة من التسمم. فإذا حابين تعرفوا معنا شو خبرونا أكيد ما إلكن غير تابعوا هيدا التقرير. صراحة ما بعرف، لأن بعد ما في كتير دراسات على الموضوع، إن شاء الله لا، بس هلأ هو طريقة العدوى شوي غير، مش بالنفس بطريقة ديركت، سو هوبفلي لا. هلأ نحن متابعين تنشوف شو الوضع، يعني وصلت أول حالة وإن شاء الله ما بيزيدوا. ما في شك إنه بيأثر، لأنه أولويات الناس شوي غير هلأ وغير أول الأزمة، بس إن شاء الله يكون في الوعي الكافي لأنه يضلوا ينتبهوا على صحتهم يعني برغم كل الظروف. ما في شيء، التهابات الكبد هو شيء فيروس بيقطع، هيدي أول شغلة، منه شيء مهم، هيدا فيروس إذا هيباتيتس أي، لأنه البي والسي شيء دائم، هيدا ما بينتقل إلا بالدم ومنه شيء كمامي ونفس. أما بالنسبة لجدري القرود منه هالقد كتير حينتقل بين الناس، شيء كتير صعب جدا انتقاله. كورونا عم يطلع منه سترينز جديدة، يعني متحورات جديدة، بس أنا برأيي المتواضع حيصير مثله مثل الجريب، كل سنة بتاخذ له طعم وبدنا نتعايش معه، يعني ما حنرجع، ما بعتقد في أزمة مثل قبل أبداً. في شغلة إنه الدول الثانية سبقتنا بنسبة التطعيم، يعني إذا أنت مطعم لنسبة 70% بصير عندك شيء اسمه الهيرد إميونيتي، مناعة القطيع. هلا هيدي الشيء بيساعدك إذا أنت بتسرع بعملية التطعيم، إذا الالتزام أقل ببطل يأثر يعني، بس هو نهايته هيدا الكورونا يعني بده يصير قريب، يعني صار تقريبا يعني 99% انا برايي المتواضع قريب، ما بعتقد رح نرجع لايام قبل ابدا، ما بعتقد. والله اذا ما يعني نلتزم بالاحترازات الوقائيه اللي شلون تقول تقوم بها وزاره الصحه، ومن يتدخل بهذا الموضوع يعني لازم نلتزم بالاحترازات الوقائيه جدا حتى نبتعد عن هذه الامراض. وانا سمعت يعني عن طريق المطارات، أنا جيت مسافر يعني من بغداد إلى بيروت، سمعت حتى بالمطارات إنه يقولون يعني سوف ترجع كورونا. وفي العراق بعض الإصابات التي هي مثلا بالكوليرا، مرض الكوليرا ومرض أمراض الجدري هاي المستعصية وأمراض كورونا، فيجب الالتزام ويجب يعني على المواطنين أخذ اللقاحات اللي هي موفرتها دائرة الصحة في دائرة الصحة العالمية في كل البلاد العربية. إيه طبعاً أكو تخوف بسبب الاختلاط المزدحم، يعني الاختلاطات المزدحمة تخوف بالرجوع إلى أمراض كورونا. هلا بنتمنى انه لا، بس اكيد اذا انتشر المرض حيرجعوا نعملوا نفس الشيء، وكل حدا بده يستغل الموضوع لفئته. لا، لانه حتى ايام كورونا نحن ما كنا قادرين، انه ما تقبلنا الموضوع وكنا عم نغش بصراحه، يعني لحتى نكفي حياتنا ويومنا وشغلنا. العالم هلا الهم الاقتصادي هيرك الدنيا، العالم مش لاقي تاكل، العالم نسيت كورونا ونسيت هذا جد القرود ونسيت كل شيء. الوضع كثير تعيس والعالم عاش سألاني على شيء، العالم بحالة يرسى لها، يعني ما حدا سألين، صار حتى اللي بحط كمامة صار يضحك عليها. لا أنا الصراحة الكمامة ما شلتها، حتى لو قالوا إنه ما عاش في كورونا كنت عم ضليني استعملها طبعا، بس أطلع من البيت. وهلأ رجعنا لها لأنه رجع تجدد الفيروس. بالنسبة للجدري القرود إنه صار في إصابات هون بلبنان شو بيخوف، يعني صرنا محتارين شو بدنا نساوي. هلا المفروض اذا الناس عندها اخلاق المفروض تلتزم بهالشيء. هيدا صراحه بحس حسب الوضع الاقتصادي بالبلد، يعني حسب مسار بالدول، اللي سكروا هن اللي كانت المشكله عندهم، الكل اللي كانوا فاتحين ما تاثروا كثير بالوضع الاقتصادي. بحس بس شويه اهتمام من المجتمع وبتنحل كل المشاكل، يعني بوجود الكمامه، بوجود الفاكسينيشن، يكون اخذين الفاكسينيت، وشويه التزامات يعني، وكل شيء بالحال. اكيد هيدي لازم تكون من قبل على التي في، وهلا على السوشيال ميديا كمان هيدي منتشره، وبرايي السوشيال ميديا هو هلا نمبر 1، عم بيكون اكثر من التي في، العالم عم بتتابع.
لانه في بعض الناس بيفكروا انه الفيروس او هالامراض هي مجرد تجاره عم بتصير، بس هي فعليا موجوده. لا ان شاء الله طالما في عنايه طبيه ورقابه، اذا في رقابه صحيه طبعا حسب كل بلد وهمته، ان شاء الله ما بنشوفها. اذا كان في عندهم استعداد انه يعالجوا ويحضروا لهالمساله، ان شاء الله بتمرق على سلامه. اثر كثير الوضع الاقتصادي على كل المستويات، مأثر. بس كمان المفروض انه كمان يكونوا واعيين لبقيه الاختصاصات، لبقيه المجالات بالحياه. يعني في بلاد ما فيها مي، ما فيها كهرباء مثل عندنا مثلا، وفي بلاد عد حالها، بس العنايه الطبيه ما بيتركوها. يعني بتضل العنايه الطبيه فوق كل اعتبار، لانه اذا كان الشعب كله مريض ومنصاب شو استفدنا؟ يعني والله انا ما بستبعد، لانه كل ما عم يخلق مرض جديد الناس عم تلتزم، بعض الناس بتلتزم وبعض الناس ما بقى فرقانه معه. يعني ما كل الناس عم تلتزم، في ناس ما عم تامن انه في هالمرض، يعني حتى لو عم بيامنوا انه في هالامراض ما قادره بقى تسكر، لانه وضع الناس ما بقى يحمل انه تسكر. فوضع المعيشه كثير صعب، وما بتخيل انه الناس قادره بعد تسكر وتروح لتسكير اشهر مثل الاول. يعني طبعا رح نرجع، اذا بدنا نضل هيك بوسخنا رح نرجع، لانه العالم ما بتنظف وراها. مثلا هلا بتلاقي الف واحد نازل على الطريق، هذا اللي بيشرب كاس نسكافيه او كاس قهوه بيتركها، وهي هذا الوسخ كله هو اللي حيرجعنا. نحن شو اللي سوا فينا الكورونا وهدول الامراض غير الوسخ يلي قضينا منه؟ يلي ما بده يدير باله على حاله بده يمرض، بده يصير معه اكثر من هيك لسه، ولسه في قدامنا شغلات كثير وامراض كثير لسه نحن ما بنعرف شو اسمها. يعني نحن ما خلصنا بكورونا، بس لسه في ألف فيروس غيره. لأن إن شاء الله لا، لأنه الكورونا كانت حقيقة واقعة وكانت الأعداد مخيفة وأثرها المباشرة للعيان ظهر بكل مكان، على الدول وعلى الأفراد وعلى الأحياء وما. أما التعرض لجذر القرود، جذر القرود كانت الأرقام اللي صرحوا عنها قليلة ولا تدعي لا تستدعي الفزع او الاغلاق او اللوك داون او الى ما هنالك. الاعداد قليله على مستوى العالم كله، على مستوى الدول العربيه تحديدا اعداد نادره ما لا تستحق، خاصه انه الوضع الاقتصادي بالعالم على شفير الهاويه. كل العالم عمال بيعاني، حتى العالم الغربي والعالم الاول عم بيعاني، واحنا بذيل القائمه بنعاني معاناه مضاعفه. وان شاء الله ما بيلجأوا لهالاجراءات القاتله فوق ما الوضع مميت وقاتل.